لا نخش بقى على الجزء الثاني، نعمل فول سكرين. ماشي، نقول بقى بسم الله كده يا شباب. نخش بقى على نوع تاني من السيرش اسمه انفورمد سيرش. في الانفورمد سيرش بقى بنعمل ايه؟ احنا هو الانفورمد ميزته ايه؟ سيستماتيك خالص، بس مش افيشنت في التايم زي ما انتوا شفتوا كده، اللي هو اكسبوننشال كله. طب احنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللي عاوزين نعمل ايه؟ طبعا هو سيستماتيك من ناحيه ايه؟ ان انت بتمسك نود بتعمل لها اكسبانشن، بتشوف ان هي مش الجول، تبدا تعمل ايه؟ تشوف لو مش هي مش الجول تكسباند النود، صح ولا غلطان؟ بتجيب النود بتختار نقطه، النقطه مش الجول بتفكها وتحطهم في الفرونتير، وبعدين تاخد واحده ثانيه من الفرونتير مش الجول تعمل ايه؟ بتفكها، صح؟ وتحطهم في الفرونتير وتاخد. انت بس كان الفكره في الالجوريزمات انت هتاخد ازاي من الفرنتين، خدت فيرست ان فيرست اوت يطلع لك بريتس فيرست، خدت بالبريوريتي كيو وحطيت القص يطلع لك يو سي اس، خدت حطيته ستاك اللي هو فيرست ان لاست اوت يطلع لك ديبس، خدت الديبس عملنا عليه تعديل بالليمت بقى ديبس ليمت، خدت الديبس ليمت وحطيت عليه تجرب الليفل الاول والليفل الثاني بقى ديبس ليميت سيرش، بس كلهم نفس الفكره. انت بتاخد نود مش الجول بتفكها وترجع تاخد نود ثانيه. انت بس الفكره في الالجوريزمات اللي احنا خدناها، انت بتختار النود ازاي من الفرونتير؟ يعني انت لو ركزته الاربع انواع الخمس انواع اللي فاتوا كلهم انت بتاخد ازاي من الفرونتير، صح ولا انا غلطان؟ ما فيهمش اي تفكير خالص. يعني حتى اوتوماتيك بقول للشباب لو انت عملت واحد منهم، انت لو عملت البريتس سهل جدا تعمل اليو سي اس، سهل جدا تعمل الدبس، سهل تعمل الايتريت، كلهم شبه بعض، الاختلاف بسيط قوي ما بينهم، صح ولا انا غلطان؟ في الامبلمنتيشن حتى في الكود اختلاف بسيط قوي. فعشان كده بقول لك اعمل الجوريزم واحد، اختار لك واحد منهم واعمله، هتلاقي نفسك التانيين بتغير نوع الفرونتير اللي انت هتاخد منه. بس يعني انت بتبقى شغلتك بعد كده بعد ما بتعمل واحد، العب في الفرونتير ازاي، اغير في الفرونتير ازاي، وبعدين الدبس او الدبس ليميت، قصدي الدبس ليميت او الايتريتيف بتبقى فول لوب، بس بتعمل فول لوب على الدبس او فول لوب على ايتريتيف ديبس، بس عملت الخمس الجوريزمات. هو بتعرف واحد تعرف تعمل له ده. فاحنا بقى عاوزين ناخد بقى النوع الجديد بقى، عاوزين الانفورمد سيرش، عاوزين بقى نعمل نختار نود اللي هي طبعا في الانفورمد برضك يا شباب انت بتختار النود على ترتيبها بس هل هي ده هتوصلك في الجول ولا لا؟ يعني انت which is not necessary the best order in the term of getting closer or faster goal. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتاخد النود على حسب هي اتحطت امتى، يبقى على حسب الكوست اللي فاتت، على حسب انا اول واحده اتفكت هي اول واحده اتحطت. طب هل دي هتوصلني للجول؟ زي ما الباشمهندس محمد كان بيقول لنا قبل كده، انا عارف ان الاتجاه ده، او لما احرك مثلا في الشطرنج لما احرك الحصان او لما احرك الطابيه انا عارف ان دي، او لما اكل الطابيه مثلا دي احسن من اكل عسكري، صح؟ يعني لما اكل الطابيه بتاعت لو انا عندي حاجتين هاكلهم في الشطرنج او عاوز العب لعبتين، اكل العسكري ولا اكل الوزير مثلا بتاع اللي قصاد مني؟ فلا اكل الوزير احسن، لان ده انا عارف ان هو ده يوصلني للجول اسرع، صح ولا انا غلطان؟ على حسب، بس بيبقى دي معلومه زياده عندك انت اللي بتضيفها على البروبلم. فاللي فات ما كناش احنا بنشوف الاوردر بتاعها بس، وده كان بيحدد طبعا السيرش استراتيجي اللي هو كان ديبس ولا بريتس ولا يو سي اس، بس مش شرط هو ده اللي هيوصلنا للجول اسرع، يعني عشان كده كلهم كانوا اكسبوننشال في التايم. فهنبدا بقى هناخد الانفورمد سيرش. احنا عاوزين نضيف معلومه زياده انك تقول لك النود دي نمشي في الاتجاه دي، نفك النود دي الاول ولا نود ثانيه نفكها الاول، نعمل لها اكسباند او اكسبلور الاول دي ولا واحده ثانيه، بس من ناحيه ان هي ايه؟ ان هي احكم عليها هي هتوصلني للجول ولا، يعني لازم اعمل استيميشن للجول هتوصلني ناحيه الجول ولا. طبعا هي لها كوست وكل حاجه. احنا هنا الفكره احنا عاوزين نعيد ترتيب الفرونتير، نعيد ترتيب اللي موجود في، انتوا عارفين يعني ايه الفرونتير؟ اللي لسه هزورهم، اللي لسه هروح لهم،
بحيث ان البيتر نود جيت بوبد فيرست، يعني البيتر من ناحيه الوصول للجول. انا عارف ان عندي كذا نود، فانا عارف ان دي بالمعلومه الزياده اللي هحطها ان دي هتكون احسن من ناحيه انها توصلني للجول اسرع. ماشي، يبقى احنا لازم نعمل ايفالويشن فانكشن، لازم نعمل فانكشن جديده اللي هي انفورم، معلومه جديده بقى ذات انديكيت اللي هي تديني معلومه ديستريبيوتي اوف كونسيدرنج نود ان نيكست. يعني ايه؟ بتشوف الان مين فيهم اللي هتحصل لها اكسبلور او اكسبانشن الاول. هي الايفالويشن فانكشن دي هي اللي هتخلينا نحدد مين النود اللي تتفك الاول من ناحيه ان هي بيتر من ناحيه الجول. يعني بيتر اف ان ار اولويز كونسيدر فيرست، يعني الاحسن في الاف اللي هي الافضل في الاف بقى. شوف بالنسبه لك الافضل المينيمم ولا الماكسيمم على حسب الديزاين بتاعك. يعني بالنسبه للكوست هتبقى الاقل، يعني هي دي اللي تتفك الاول. فبنسميه بقى النوع من الالجوريزمات ده بنسميه بيست فيرست سيرش. احنا هناخد منه نوعين، هو في كذا منه كذا نوع بس اسمها بيست غير بريتس، خلي بالك بيست فيرست سيرش. طب ازاي بقى احسب الفانكشن دي؟ هي دي الجديده، ازاي احسب الفانكشن دي؟ احنا خدنا الموضوع ده على فكره، احنا خدناه في اليو سي اس اللي هو الانفورمد كوست سيرش. احنا خدنا الفانكشن دي في اليو سي اس، لما عملت الفرونتير انك بتبص على الكوست، والكوست سميناها هنسميها معلش من اول النهارده جي. جي اللي هي يعني الكوست دي، الكوست من اللي فين؟ الديستانس من الروت او من الانيشيال لغايه الان. بس هل ده يديك انديكيشن للجول؟ لا، هي ما تديكش انديكيشن للجول، بس بتديك انديكيشن انك انت على بعد قد ايه من الانيشيال. حد معترض؟ فانا كنت بشوف النقطه القريبه من الانيشيال عشان انا عاوز اوصل، لما اوصل للجول يبقى دي اقرب جول للانيشيال. مفهوم الفكره ولا انا بقول اللي بقوله ده مش مفهوم؟ يعني الجي هنا كان بتعمل ايفالويشن فعلا، بتقيم، بس بتقيم من ناحيه الكوست من اللي فين مش للجول، بتقوم من اول الروت للان، من اول الروت للان واصله. فبالتالي بتجيب الان القريبه من الروت لغايه لما يوصل الجول. لما يجيب الجول يبقى الجول في الحاله دي هو اقرب جول او اقصر مسافه من الروت او من الانيشال. فبالتالي كنت بحكم على النقطه اللي هي الاقرب لان انا عاوز البيست كوست. بس ده طبعا ما كانش بيوصلني بسرعه، للجول بسرعه، يعني كانت اكسبوننشال في التايم. المهم في الحالة دي احنا بس بنقرب لكم المسافة، ان الفانكشن في الحالة دي هي الكوست دي خدناها، هنضيف عليها معلومة زيادة زي ما هنشوف النهاردة بقى. يبقى الجي only count for cost to reach the end، دي بتقيس الكوست من اول الانيشال لغاية الان. دي بتقيس تاني جي اوف ان، لما اقول لك جي اوف ان يبقى دي بتقيس الرقم اللي هتديهولي، بتقيس من الروت او من الانيشال لغاية الان. واصلة؟ تمام. خلي بالك، فبنقول على الـ UCS أو الـ Uninformed Cost Search is not goal directed أو oriented. يعني إيه not goal directed؟ يعني إيه الكلمة دي not goal directed؟ مين اللي يقول لي؟ ها شباب؟ مش بيهدف الجول على طول بشكل مباشر. صوتك مش واضح، بس يعني إن هي مش بتروح للجول، صح كده؟ ده اللي تقصده، صح؟ يعني اليو سي اس لما عمال اعيد لكم عليها ان هو من الروت للان، ما بيبصش الجول فين، مش بيوجهه ناحيه الجول، يعني مش جول اورينتد، يعني مش بنبص الجول فين او استيميتد فين، حتى مش متوقعين هو فين ونروح ناحيته. احنا بنبص الاقرب للانيش عشان انا عاوز اشوف النود اللي قريبه للانيش. احنا عاوزين نبقى جول اورينتد. يعني ايه جول اورينتد؟ ان احنا نبص بقى للجول. طب ما هالجول ما انا مش عارفه فين، فانا هعمل له استيميشن بقى. احنا اللي عاوزين نعمل له بقى، احنا عاوزين نكونسيدر الكور فروم النود ان تو جول. شفت بقى اللي احنا عاوزين نعمله ايه بقى؟ احنا عاوزين من عند الان، النقطه اللي انت واقف عندها، عاوزين نجيب الكوست من الان للجول. انت مش عارفها بس انت عاوز، وانا واقف هنا هو الجول تقريبا على بعد قد ايه؟ تقريبا واصله؟ ده هو اللي عاوزين نوصل له، هو دي المعلومه الزياده اللي عاوزين نعمله. مور جنرالي احنا عاوزين نعمل كده، احنا عاوزين السيرش
عشان يقدر يعمل استيميشن للباث كوست فروم الكرنت نود تو جول. ده اللي احنا عاوزين نعمله، ده المعلومه الجديده. انت دلوقتي مش تبص للكوست اللي فاتت، ماشي احنا عاوزينها في الاعتبار، مش بقول ان احنا مش عاوزينها، بس احنا عاوزين نروح ناحيه الجول اسرع. فبالتالي انت عاوز الكوست، عاوز التكلفه من النقطه للجول، انت عاوز من النقطه للجول. طبعا هتعملها استيميشن لانك انت مش عارفها هي فين، مش عارف الجول فين. ذا استيميشن بقى، استيميشن اللي هو التنبؤ يا شباب، انت عاوز بنسميه هيوريستيك فانكشن، دي اسمه مصطلح اسمه هيوريستيك فانكشن، انك بتعمل استيميشن للنقط من عند النقطه للجول. هي دي المعلومه الزياده اللي هنحطها وهتفرق معانا في الوقت وهتفرق معانا في السيرش. وان شاء الله يعني ايه الباشمهندس احمد ممكن يبقى يوريكم، او انا ممكن ابقى اجيب لكم فيديو او حاجه يوضح لكم الفرق بين الثلاثه. وي كان بي دان بيزد اون بروبلم فورميليشن، الكلام ده ما نقدرش نعمله بناء على اللي احنا خدناه قبل كده، اللي هم الخمسه، اللي هم البروبلم فورميليشن اللي هو الانيشال، الترانزيشن، الستيب كوست، الجول تيست، الخمس حاجات اللي احنا خدناهم بتوع البروبلم ما ينفعوش، لازم نضيف معلومه زياده بقى. فده اللي عاوزين نعمله، نضيف معلومه زياده ازاي؟ هو ده بقى اسمه الانفورمد سيرش، عشان كده اسمها اديشنال انفورميشن، عشان كده سميه انفورمد سيرش، يعني سيرش معاه معلومه زياده، انت بتعمل سيرش بتاع زمان بس معاه معلومه زياده يا شباب. دلوقتي الجي اوف ان دي اكزاكت فاليو، حد عنده اعتراض؟ يعني ايه اكزاكت فاليو؟ قيمة حقيقية صح ولا غلط؟ دي قيمة فعلية. الهيوريستيك فانكشن دي قيمة استيميتد. منين لفين؟ من النقطة للجول. بنركز تاني، هنسميها اسم بقى عشان نفرق ما بين دي ودي. فدي الكوست هنسميها جي اوف ان، والتانية هنسميها اتش اوف ان. هنغير بس الأسماء، يعني ممكن أي حد يسميها أي حاجة، بس احنا هنسميها الاسمين دول عشان نفرق بس. يبقى الجي اوف ان بتقيس منين لفين؟ مين اللي هيرد عليها؟ دي سهلة. الجي اوف ان بتقيس الكوست منين لفين؟ من الانيشال او من الروت لغايه الان. ودي قيمه حقيقيه ولا لا؟ يعني دي مسافه حقيقيه فعلا ولا لا؟ دي مسافه حقيقيه. الاتش اوف ان بتقيس بقى من عند النقطه اللي انت وقفت عندها للجول، عشان كده بنقول عليها جول اورينتد، ان انت بتقيس من الان للجول، بس طبعا استيميتد لان دي مش قيمه حقيقيه. انت بتقول لو كلت الوزير انا كده متاكد ان انا ممكن اكل الملك على طول بعد مثلا 10 15 خطوه، بس ممكن ما تكونش 10 15 خطوه، ممكن تبقى اكتر. واصله؟ بس على الاقل انت هي دي بتحكم لك اكتر. انما لو كلت العسكري، لا ده انت لو كلت العسكري الاول وسبت الوزير والطابيه والحاجات دول فانت هتاخد وقت اطول، صح ولا غلطان؟ مثلا دي معلومه زياده. الحاجه الثانيه اللي عاوزين نقولها في الهيوريستيك، لو احنا الاتش عندنا اتش اوف ان واحد واتش اوف ان، عندك اتنين نود بقى والان اتنين اكبر من الان واحد، دي معناها ايه؟ طب تعالى اللي مش فاهم ايه دي معناها ايه؟ اتش اتنين معناها بتقيس منين لفين؟ ها؟ مين اللي هيقول معايا سهله؟ اتش اتنين بتقيس منين؟ من الان اتنين لحد الجول بتاعي. وان واحد بتقيس منين؟ من عند الان للجول. لقينا ان الاتش اتنين اكبر من الاتش واحد، يبقى مين فيهم الارخص في الكوست؟ مين اللي هتوصلني للجول اسرع؟ ها؟ الاتش واحد. يبقى اتش واحد ارخص، يبقى دي اللي هتوصلني للجول ارخص اسرع. واصله الفكره ولا لسه؟ واصله ولا لسه؟ ما هي هو ده الحكم اللي هنعمله، ان احنا هنعمل فانكشن، احنا اللي هنقلب فانكشن، هنقلب فانكشن جديده، وبعدين نقارن ما بين ان واحد وان اثنين، اللي هتبقى اقل يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان هي متوقعه ان الجول هنا اقرب، يبقى افك ان واحد قبل افك من ان اثنين. واصله؟ بس هو شرط الاتشيفست يبقى اقصر. ما هو لو انا شغال كوست، لو انا شغال كوست، الكوست ان انا عاوز اقصر، فمسافه من الان للجول اقل في الان واحد والان اثنين اكبر، فمعناها ان المسافه اللي هاخدها عبال ما اوصل للجول من الان اثنين اكبر، فانا عاوز اوصل اسرع فاخد ان واحد. مفهومه كده؟ ها؟ لا هو انا الكوست ده يعني مثلا عدد ساعات يعني او كده صح؟ هتفرق في الوقت او عدد النود اللي هتعملها اكسبانشن، ممكن عدد النود اللي هتعملها اكسبانشن اقل، بس يعني زي ما احنا قلنا احنا ممكن يكون الطريق ارخص او كده او كوست، بس الطريق طويل، بس الطريق طويل. انا ممكن يكون ارخص في الكوست بس الطريق طويل، الطريق ذات نفسه طويل، يبقى انا كده ما خدتش اقصر مسافه.
لا ما خلي بالك، ما هصبر بس عليك. هو ده استيميشن صح؟ استيميشن فهو انت متوقع اقصر، فانت هتفك. انا ما قلتش انك، ما قلتش انك هتمشي في المسار ده على طول، دي معناها انت هتفكيها الاول، تبص عليها الاول، لو فيها الجول كان بها، ما لقيتش الجول ارجع تاني لان اتنين. احنا بنعيد ترتيب الفرنتير، احنا متوقعين ان ان واحد احسن، يبقى فك ان واحد قبل ان اتنين، بس الكونديشن بتاعنا ما سبناهوش ان احنا بنبص على الجول. واصله؟ انت متوقع اكتر من حاجه يا دكتور؟ يعني ممكن احط قول قول يا محمد، قول يا محمد. بقول انا ممكن بس صوتكم بيبقى في ال... انا طالع في ال... على اليوتيوب، لو حد مش معترض ولا حاجه بيقول لازم له يبقى يقصه. ماشي، مش مشكله. ماشي يا محمد. يعني انا بقول مثلا ان انا ممكن في حساباتي اكون متوقع اكتر من قيمه لكذا حاجه، ممكن، وهناخدها لو متوقع اكتر هيتصرف ازاي هناخدها، بس خلينا الكونديشن الاساسي بالنسبه لنا ان احنا هنبص للجول، الجول وصلت له ولا لا. طب بعد كده هندرس امتى اطلع الاوبتيمال سوليوشن، ما تقلقوش. يعني امتى اطلع اللي الباشمهندسه كانت بتسالني فيه؟ طب امتى هكون انا ضامن ان انا هوصل لاقصر مسافه؟ دي تلاقي الباشمهندسه اللي كانت عاوزه تساله لي، صح؟ يعني امتى ابقى جارانتي ان انا هوصل لاقصر جول ولما امشي كده؟ هنقول امتى تبقى جارانتي، مع ان دي استيميشن هقول لكم. هقول لكم هيبقى في شرط كمان، هنحط الهيوريستيك عشان تجيب الاوبتيم، مش اي هيوريستيك تديك الاوبتيمال سوليوشن، مش تفرض اي حاجه كده من دماغك هي دي هتديك الاوبتيمال سوليوشن، لازم يبقى فيها كونديشن، هنقوله بعد شويه. طب حاجه كمان، الاتش عند الجول لازم تبقى صفر. ليه؟ دي كلام منطقي على فكره، المفروض اتش لما توصل للجول الاتش تبقى صفر، لو كانت كده تبقى انت غلطان، لان المسافه ما بين الان والجول هيكون ما فيش اصلا، هو يبقى المسافه من الجول للجول هتبقى صفر، لو ما كانتش كده الداله بتاعتك يبقى كده غلط، صح؟ الايفالويشن فانكشن بقى، بص بقى الحركه اللي هتحس ان انتوا لو انت فهمت اليو سي اس هتلاقي ده الالجوريزمات اللي احنا هناخدهم زيهم بالظبط، بس هنزود، هي مشكلتنا في الاتش اوف ان. فبيقول لك ايه، لو انت خليت الفانكشن اللي احنا قلنا عليها دي خليتها جي اوف ان، يبقى كده الالجوريزم اسمه ان انفورمد كوست سيرش. تاني، الفانكشن يعني ايه الفانكشن؟ يعني انت لو رتبت الفرنتير باستخدام الكوست بس، اللي انت عملت بريوريتي باستخدام الكوست بس، يبقى ده ان انفورمد كوست سيرش. لو انت خليت بقى الاف اوف ان شغال على الاتش بس، يبقى انت كده بتبص على ايه يا شباب؟ ما بتبصش على الكوست، انت بتبص على مين؟ على الاستيميشن، صح؟ فبنسميه جريدي بيست فيرست سيرش، انت كده طماع، عاوز توصل للجول وما بتبصش للكوست، وفي الغالب الجريدي نوت اوبتيمال، هيخليك توصل للجول اسرع بس نوت اوبتيمال. واصله؟ يعني انت لو بصيت على الاتش بس هتبقى انت جريدي، جريدي يعني طماع، يعني انت عاوز توصل للجول ومالكش دعوه بالكوست كام، هتوصل اسرع بس مش ضامن انك تبقى ايه الاوبتيمال سوليوشن. لو انت خدت بقى مجموع الاثنين يطلع لنا حاجه اسمها الاي ستار، وده في الغالب اللي هيديك الاوبتيمال، وبس فيها كونديشن على الاتش اوف ان عشان تديك الاوبتيمال، لانك ضايف حاجه اكزاكت على حاجه نوت اكزاكت، حاجه استيميتد، فلازم الاستيميتد دي يتحقق في شرط معين عشان تديك الاوبتيمال سوليوشن. واصله؟ الثلاث الجوريزمات ولا ده الثلاث الجوريزمات اهم، طبعا ده احنا خدناه ده عن انفورمد. الالجوريزمين الجداد اللي هم الانفورمد، اللي هم اشتغلوا على الاتش اللي هو الجريدي بريتس فيرست والاستار. طب تعال نشوف الجريدي لانه سهل قوي، هتبصوا الجريدي دايما بيكسباند النود بناء على الجادج اللي قريبه من الجول اللي هي الاتش، يعني اللي هو بيبص على الاتش عنده ان واحد وان اتنين، ان واحد اقل يبقى هي دي اللي هتوصلنا للجول اسرع، امشي في الان واحد وهكذا، فبيبص على الاتش اوف ان بس وبيجنور الكوست نهائي، ما بيبصش للكوست نهائيا، فبنقول عليه على عكس الان انفورمد كوست سيرش كان بيبص على مين بقى؟ على العكس، يعني الان انفورمد سيرش كان بيبص على مين؟ على الكوست، على عكس يعني واحد الان انفورمد بيبص على الكوست ملوش دعوه بالجادجمنت اللي هو الاتش اوف ان، والتاني بيبص الاس الجريدي بيبص على الاتش ملوش دعوه بالكوست. الفكره انك لو هتعمل الالجوريزم بتاعه هو الجريدي كبرمجه، يعني هو
بس واحد بتحط هنا جي الثاني هو بتحط. يعني بمعنى ايه؟ يعني انت لو كتبت الكود بتاع الانفورمد سيرش وعاوز تحوله لجريدي بسيطه جدا، بدل ما انت بتحسب الكوست غير الداله بتاعه الكوست خليها الداله بتاعه الاستيميشن. الفرق ايه؟ ان الجي بتقيس من النقطه من الاول للنقطه، انما الجي بتقيس قصدي الاتش بتقيس من النقطه لمين؟ للجول. تاني الجي بتقيس من الاول لغايه النقطه، انما الاتش بتقيس من الاند للجول. فهو الاختلاف بس في الداله نفسها، غير كده مش هتغير في حاجه. واصله يعني برمجتهم زي بعض وحتى حلهم شبه بعض. طب فبالتالي لو هنبص احنا ككود بتاعها هو نفس الكود اللي قلناه فقبل كده. طبعا في تري فيرجن وفي جراف فيرجن، وانت عرفت الفرق بين الاثنين، بس هنعيدهم كده تاني برضك بصوره. تاني هتدي له البروجرام، هياخد الانيشال ستيت هيحطها في الفرنتير، الجريدي بيحط بالاتش، في الجريدي بيحط الاتش يحطها في الفرنتير، يشوف الفرنتير لو امبتي خلاص، لو مش امبتي هيسحب النود يشوفها الجول ولا مش الجول، لو هي الجول يرجع السوليوشن، لو مش الجول لو حد فاكر بنعمل اكسباند للنود وبنضيفهم، ما بتبصش على حاجه اكسباند ولا حاجه. يبقى انت بتاخد النقطه من اول هنا، بتاخد النقطه تشوفها الجول، لو الجول بترجع السوليوشن، مش الجول بتعمل لها اكسبانشن انك تجيب الاكشن وتجيب التشايلد بتوعها وتحطهم في الفرنتير وترجع عند سؤالنا لغايه حاجه من اتنين، يا توصل للجول يا اما تخلص النود. لو خلصت النود يبقى لو الفرنتير ده بقى امبتي يبقى نقول ما فيلير، يعني ما فيش سوليوشن حصل. ده اللي احنا خدناه. الفرق ايه يا شباب؟ لما هنا الاتش بتضيفها، ولما تيجي تضيف النود بتضيف النود والاتش بتاعتها، بتضيف النود والاتش. يعني لما تقول الاتش عند التشايلد، الاتش عند التشايلد يعني من عند التشايلد اللي انت جبته الجديد ده لغايه الجول. فكل مره لما بتيجي تعمل انسرت النود في الفرنتير او تحط نقطه في الفرنتير بتحط النود ومعاها الاتش بتاعتها. هل طب يا دكتور دلوقتي النود يعني بينها وبين الجول ممكن يكون كذا مسار، يعني انا ممكن احسب مسافه ما بين الان والجول كذا استيميتد، الاتش دي استيميتد مش اكزاكت. لو هتعملي هتحسبي كذا مسار يبقى انت بتشتغلي كده اكزاكت. استيميتد يعني اختار اي مسار كده وخلاص احسبه. هتبقى حاجه استيميتد. هقول لك تعمليها ازاي هديكم مثال عليها، بس خليها دلوقتي انتوا فاهمين لغايه كده ان دي استيميتد، الاتش دي استيميتد مش حقيقيه. يعني لو في كذا مسار يا باشمهندس، بصي احنا هنعمل حاجه سيمبل كده تجيبي، بصي مش تحسبيها، يعني بنعمل حاجه اسمها ريلاكس للبروبلم عشان تقدر تحسب المسار على طول. هقولها لك ثانيه واحده بس نخلص الالجوريزمات واديكم مثال عليها. بس الالجوريزم نفسه مفهوم؟ طب لو كان جراف فيرجن، انتوا عارفين الثلاث سطور اللي بنضيفهم اكسبلور، وقبل ما تضيف النقطه لما بتسحب نقطه بتحطها في الفرنتير اهي، لما بتسحب نقطه بتحطها فين؟ في الاكسبلور. وبعدين لما نيجي نحسب نقطه قبل ما نضيفها بنشوفها الاول لو موجوده، لو هي مش موجوده في الاكسبلورد ومش موجوده في الفرنتير فضيفها، في مشكله؟ ما احنا دي لو النقطه مش موجوده في الاكسبلور ومش موجوده في الفرنتير خلاص. طب لو موجوده في الفرنتير، قلناها كذا مره، لو موجوده في الفرنتير هنعمل ايه؟ نعمل ريموف للهاير ونسيب الاقل. يعني لو انا عندي النقطه دي موجوده في الفرنتير خلاص، يبقى نشوف مين فيهم الاقل ونسيبها والثانيه نشطبها، صح ولا غلطان؟ لو موجوده في الاكسبلور خلاص مش هتضاف، مش هنعمل لها انسيرت. واصله؟ تاني دي انا حليت عليها مثال المره اللي فاتت وموجوده، هرفع لكم الفيديو موجود في اللي قبل الفيديو ده ان شاء الله. بس تاني اهو نقولها تاني، لو هي مش موجوده في الاكسبلور اللي انا عديت عليهم يعني، مش موجوده في الفرنتير، يعني لسه يعني من الاخر دي نقطه جديده لسه ما عدتش عليها ولا شفتها قبل كده، ضيفها وانت مطمن. طب النقطه دي لو موجوده في الاكسبلور خلاص ما تضيفهاش، الاكسبلور اللي انا عديت عليه. المشكله عندي لو موجوده في الفرنتير، لو موجوده عندي في الفرنتير يعني معناها لسه هعد عليها، بس انا شفتها بس لسه هعد عليها، فنعمل ريبليس للاقل، اللي قيمتها اقل نسيبها واللي ريبليسها والقيمه الهاير نمسحها. واصله؟ بنعمل ريبليس بالحسب الاستراتيجي اللي احنا عايزينه، سواء بقى كوست او يبقى الاقل كوست. احنا شغالين هنا بس عشان ما نلخبطش، احنا شغالين كوست، احنا شغالين جريدي، لا مش كوست، احنا شغالين اتش دلوقتي. اللي انت بتقولي لو انت شغاله في اليو سي اس يبقى انت شغاله كوست، ما هو الجريدي زي بالظبط والله اليو سي اس، بس انت هنا شغاله اتش والاتش بتقيس من النقطه للجول، اليو سي اس لا بيقيس من الاول للنقطه. بتفرق ايه؟ بتفرق بقى في الخصائص بتاعته.
ان ده بيروح ناحيه الجول اسرع، لا ده بيجيب اللي اقرب للنود فبيجيب الاقصر للمسافه بيكون اوبتيمال. فهي الالجوريزمات كلها استراتيجي بتفرق بقى مين اللي بيوصل للجول اسرع، مين اللي بيجيب لي الحل الاحسن. فهي هي الفكره، وانت بتختار انت عايز حل وخلاص واسرع، انت عايز تجيب حل اسرع اشتغل جريد الالجوريزم بس، هتلاقي نفسك بتوصل للجول اسرع وبتجيب حل وخلاص، بس ما انتش ضامن الاوبتيمال سوليوشن. لا انا عاوز الاوبتيمال سوليوشن، لا اشتغل يو سي اس. طب انا عاوز الاوبتيمال سوليوشن ويكون اسرع شويه من الـ من الـ من, من اليو سي اس، خلاص هنشتغل بقى دمج ما بين الاثنين، هنجمع الجي وهنجمع الاتش، هو ده اللي احنا هنقوله. طيب جت اللحظه الحاسمه، ازاي نحسب الاتش؟ ازاي في بروبلم مثلا عندي واحسب الاتش؟ طيب حد عنده سؤال بس في الحته دي في الجزء ده؟ طب نقول بقى ازاي احسب الاتش. هديكوا حاجه هتسهل لكم الموضوع خالص. لو فرضنا ان احنا مثلا عندنا مسار مثلا في روما، هي روما بتاعت خريطه روما جوجل ماب اهو، عندنا خريطه بتاعت طرق لمدينه ما بصرف النظر، وعاوز اروح من اراضي اللي هي المدينه دي لبوخارست، بوخارست دي فين اهي؟ طب انا امشي ازاي؟ طب الكوست موجود عندي، الجي موجود عندي اللي هي الدي جي، يعني المسافه من الاراض للمدينه اللي بعدها ديت 140، المسافه من هنا لهنا 75، المسافه من هنا لهنا 118 ماشي بصرف النظر، يعني المدن دي بتاعت روما، فهتلاقي نطقها غريب شويه. فالمهم ان كل ما ان البرانش عليه الكوست نفسه. طب اجيب الاتش ازاي؟ يعني انا واقف هنا مثلا، انا واقف عند المدينه دي، اجيب الاتش ازاي؟ افضل زي ما الباشمهندسه كانت بتقول لي كده، طب ما انا عندي مسارين، مسار اهو ومسار اهو ومسار اهو كمان، ادي ثلاث مسارات اختار ان هون. قال لي ده انت لو عملت كده اصلا انت بتحل البروبلم. طب ما انا اعمل ايه؟ قال احنا عاوزين حاجه استيميتد. طب اجيب الاستيميتد ازاي؟ قال لي بسيطه، اقول لك على حاجه بسيطه، ما تجيب الستريت لاين على طول. مش الستريت لاين ده كانك بتقول وانا واقف هنا، بتجيب الستريت لاين ده استيميتد ولا حقيقي الاول؟ استيميتد. طب وحساب ومحتاج اعمل سيرش اصلا، ولا هو انا معايا احداثيات النقطه دي ومعايا احداثيات النقطه دي فاقدر اجيب المسافه الستريت على طول؟ وده بيديني استيميتد الجول فين ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عندي البلد دي والبلد دي، في وجهه نظركم مين اللي هتكون اقرب للجول؟ استيميتد طبعا. مش بقول لكم احسبوها، استيميتد لو انا عندي النقطه دي والبلد دي، مين فيهم اللي هتكون اقرب للجول؟ الماوس مش باين؟ لا. واحنا عند النقطه 80 يا دكتور؟ عند البلد اس اللي بتبدا بحرف الاس اسمها ايه؟ سي بي يو ودي، والبلد الثانيه اللي اسمها تم مثلا، عندك واقف عند البلد سيب والبلد تم دي، مين فيهم اللي هتكون اقرب من بوخارست اللي تحت دي؟ لا هتلاقي سي بي يو اللي انت قلت عليه، صح؟ مفهومه ولا الثاني ولا ايه؟ ماشي، هي دي الاقرب فعلا من ناحيه استيميتد، ما تبصش للكوست، ما تبصش استيميتد. ما اخد تعليق. فهو بص اللي في الجنب هنا، اللي في الجنب اللي باللون الازرق عندكم ده يا شباب، اللي هو الستريت لاين ديستانس تو بوخارست، ده هتلاقي من اراد لبوخارست هتلاقي المسافه الستريت لاين من اراد اللي هي البلد اللي اسمها اراد لبوخارست هتلاقي المسافه 366، من بوخارست لبوخارست المفروض هتبقى الاتش عند الجول نفسه كام؟ صفر. بزيرو. البلد الثانيه اللي هي حرف السي دي اسمها ايه؟ كاريبيا. المسافه هتلاقي هنا الستريت لاين كام؟ 160. طب تعالوا بص على البلدين اللي انا قلت عليهم، اللي بتبدا بحرف الاس دي والثانيه اللي بتبدا على فكره بتركبها اهم تحت بعض اهم، واحده هتلاقي 253 والثانيه تم 329. يعني انا دلوقتي لو واقف الاتش عند الاس خلاها بالحروف بس، الاتش عند الاس بكام؟ الاس دي هتلاقيها 253، والاتش عند التي بكام؟ 329. وصلت الاتش بنحسبها ازاي يا شباب ولا لسه شويه؟ ها الاتش ده مثلا في مسار في جوجل ماب مثلا زي كده، انت واقف عند نقطه وانت عاوز تروح لنقطه معينه، فبدل ما الخريطه يفضل يلف في الخريطه بتاعه العالم كله، لا هو هيبحث من النقطه للجول، هيروح عامل ستريت لاين ويبحث حواليه يشوف المسارات ايه، لو لقى ان مش عارف ايه مفيش طرق هنا يبدا يبحث، يعني يعتبر ده المركز ويبدا يبحث يوسع المدارك حواليه فيبدا يوصل للجول اسرع. مفهوم الفكره بتاعت السيرش؟
هو احنا اللي بنحسبها ولا هو بيبقى مدينا قيم دي؟ لا انت المعلومه دي هتديها له طبعا. انت ده سهل على فكره تتحسب. انت كل مدينه هتخزن الاكس والواي بتاعتها مكانها فين، او بالنسبه للارض اللي هو اللاتيود واللانجيتيود واللاتيود اللي هو خط الطول وخط العرض اللي هو الاكس والواي يعني بالنسبه لنا. فتجيب الاكس والواي والاكس والواي عند المدينه، فتقدري معاك اكس وواي يا باشمهندس، تقدري تجيب الديستانس على طول. حسابتها مش محتاجه سيرش، احنا عايزين نفرض دايما الاتش تبقى حاجه كده بديهيه، مش بديهيه حتى حساباتها ما تاخدش وقت، ما تعمليش سيرش عليها. طب هي احداثيات اراضي هنا ايه؟ لا ما انا مش مديك الاحداثيات، انا بقول لكم هو انا مديكم الجدول ده جيفن معاكم، انا في المسائل هديه لكم جيفن، بالنسبه للمسائل انا بديها. او انا اديكي بقى لو انا عاوز يعني عاوزكم تحسبوها، لا مش هينفع كده، هديك الخريطه واديكي احداثيات عشان تحسبي انت الديستنس. واصله انا مش عارف مسائل بس، انا عارف يا شباب مش عشان مسائل وامتحانه بس، انا عارف يا شباب تفهموا البروبلم عشان انتوا بقى لما تيجي انتوا توصفوها لحاجه ثانيه. وهقول لكم ازاي برضك يعني ممكن لما نخلص هقول لكم بس ازاي تحسبوا اتش الحاجات الثانيه. نفكر مع بعض، نفكر مع بعض كده ازاي ان احنا نعمل اس اتش تكون استيميتد وتوصلنا للجول. يعني مثلا للشطرنج اعملها ازاي، للايد بازل اعملها ازاي، اجيب اتش ازاي، يعني اتش ازاي حاجه وانا واقف عند نقطه معينه ازاي، او ستيت معينه ازاي اوصل او اتوقع ان الجول هنا احسن من النقطه دي. ماشي، هديك على مثال زي كده برضك، يعني هحاول ممكن المره الجايه نشتغل على كده ان شاء الله. طب بالنسبه بقى لو انا هشتغل جريدي، الجريدي ما بيبصش للكوست نهائي. يعني ايه؟ هو واقف عند اراضي هيطلع منه ثلاث مدن، خلينا بالحروف بس عشان نشوفها، زد وتي واس، صح؟ مين الاقرب فيهم وجهه نظركم كده؟ مين الاقرب من ناحيه الاتش؟ على فكره مش محتاج ابص للجدول ده خالص، والله انا محتاج ابص للجدول. مين اللي هتروح لها الاول؟ اس صح؟ اس. طب هتروح جاي رايح للاس، هتجيب الاف والار، مين الاقرب؟ لا دي يعني بتهيألي الاف هتبقى اقرب، بتهيألي لو جبت، تعالى بص بقى للجدول دي معلش، الاف والار ادي المدينه اللي اسمها اف اي جي والمدينه اللي اسمها ار اللي هي الار. ها كام بقى؟ الاف هي الاقرب، فهيروح جاي ماسك الاف والاف راحت بخلاص. شايفين الجريدي جاب الار هي الاقرب؟ الجريدي وصل للجول بعد كام ستيب؟ فك اراد، فك اس، فك الاف، وصل للجول خلص. فالجريدي فعلا بيوصل للجول بسرعه جدا، بس عيبه ان هو ما بيبصش للكوست. ده الحل يا شباب، يعني هو واقف عند اراد راح جاي جايب الاس والتي والام، لا ان الاس طبعا جاب الاتش بس ملوش دعوه، دي الاتش يا شباب جابها من الجدول، لا ان الاتش دي طبعا لازم تكتب النود والاتش تحت منها. فيمسك جاب المدن اللي حواليها، فيشوف مين اللي تحت منها الاقل، طبعا بيقارن كل ده ببعضه، ده كله في الفرنتين، هيلاقي مين اقل واحده في الاتش، هيلاقي الاف اهي المدينه الاف، فيروح جاي فكك الاف وصل للجول، الجول اقل واحده هي زيرو، وصل بعد اربعه ستيب بالظبط وصل للجول. مفهومه الجريدي؟ طب لو هتشتغل يو سي اس، حد يعرف يشتغل يو سي اس؟ طبعا هو مشكله الجريد ايه بس عشان نقفله، ان هو نوت كومبليت. يعني ايه نوت كومبليت؟ يعني ممكن لو في، خلي بالكم ممكن يقع في الفاينايت لوب برضك وراه، بس معظم الحياه هيبقى فاينايت، لان دي لو يعني نقصد لو الشجره نفسها منتهيه، يعني ما فيش فيها تكرار هيوصل للحل. انما لو في تكرار، الاي تروح للبي والبي تروح للاي والاي تروح للبي والبي، دي حظنا اللي زي العسل هي اقل واحده كل مره، فهيقع فيها وتبقى نوت كومبليت. انما لو هي ما فيش فيها تكرار اللي هو اشتغلت جراف فيرجن، يعني هتبقى كومبليت وهتوصل للحل. ما هو ده اللي بنقول عليه، ممكن تقع في انفينيت لوب وتفضل بقى الموضوع ده بالذات انفينيت لوب. طبعا مشكلته الاساسيه نوت اوبتيمال، بس طبعا سريع جدا، الوقت بتاعه ما زال اكسبوننشال، بس هقول لكم ان هو ممكن يبقى افضل من الالجوريزمات الثانيه، والسبيس بتاعته برضك اكسبوننشال. حد عنده سؤال في ده؟ حد عنده سؤال في ده يا شباب؟ طب ليه اكسبوننشال؟ احنا دايما انتوا عارفين احنا كحاسبات بنشتغل ورست كيس، هو طبعا بيست كيس هتلاقيه اسرع، بس الورست كيس حظنا مثلا ان الجول ده يكون هو يعني بعيد جدا، يعني بعيد جدا خالص، وانت جيت برضك عمال تعمل استيميشن فغصب عنك هو بعيد جدا، فيعني حط نقطه كده على الخريطه بعيده جدا في الكورنر بعيد قوي خالص، وانت في اول الخريطه وعمال تعمل استيميشن، بس ما زال برضك هتفضل تعدي على كل المدن،
فده الورست كيس بصراحه، دي الابر باوند دي، يعني هي نادرا لما بتحصل، بس احنا مشكلتنا لما بنيجي نعمل ديزاين لالجوريزم بنقول الورست كيس، انما الافريج كيس هتلاقيه اقل، والبيست كيس هتلاقيه ممكن يبقى لينير، هتلاقيه ان هو بس 3 4 ستيب بيوصل لجول، 3 4 ستيب يعني ممكن يبقى لينير كمان، ده البيست كيس. انما الورست كيس بصراحه هي نادرا لما بتحصل، بس يعني هي الابر باوند بتاعها ان الجول از ذا لاست نود اوف ذا تري، يعني اخر نقطه خالص، ونمبر اوف نود جنريتد في الحاله دي هتبقى اكسبوننشال، يعني دي الورست كيس. ماشي يا شباب مفهومه؟ وطبعا بما ان الورست كيس انك هتفك كل النود، فالسبيس انك هتخزن كتير فهتبقى بي اس ام برضه، مفهوم الورست كيس هنا. بس بصراحه لما تيجي تبص على الناس الثانيه هتلاقي لا، هو بالنسبه للناس الثانيه البيست كيس بتاعته لا ممكن توصل للينير. حد عنده سؤال في ده يا شباب؟ ها شباب